بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. قال لي أحدهم يروي قصة زواجه، قال حين عزمت على الزواج اخترت بيتاً صالحاً أعرفه، وهذا هو الأصل، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أي ابحثوا عن الصلاح لا الحسب والنسب، ليس هو الضابط، الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة. قال فذهبت إلى أبيها في المسجد صليت بجانبه، فلما انتهى من صلاته فاتحته بالموضوع على تردد، هو يعرفني، قال أنت ممن نرضى دينه وخلقه، جئنا بأهلك حتى نتعرف عليهم. جئته بعد أيام بأهلي، تعارف الأهل وحصل بينهم مودة وألفة. قال لي الأب الأسبوع القادم إن شاء الله تأتي ومعك الشهود نعقد لك على فلانة. أردت أن يبين لي كم المهر، ما هي الشروط، ما هي الضوابط، لم يتكلم. قال الموعد الأسبوع القادم. يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ 10 سنوات، جمعت مبلغ 20,000 ريال، والله إنجاز يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن أن يجمع مبلغ 20,000 ريال. قلت 20,000 أستحي أن أعطيه إياها في ظل تنافس الناس على المظاهر والإسراف والتبذير، حتى أصبحنا إخوانا للشياطين الذين من أصلهم الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول فاقترضت 20 أخرى، كم أصبح المبلغ؟ 40. قلت 40 ما تكفي اليوم، 40 والله ما تكفي. فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشيخ لعقد النكاح، وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد، حتى حانت تلك الساعة التي قال فيها الشيخ كم المهر، فسكت فرددها علي، قلت 40,000. قال الأب لا، قال الأب لا، فسقط قلبي بين يدي. قال الأب 5,000 تكفيها، 5,000 تكفيها، واستعن بالباقي أنت وإياها على قضاء حوائجكم. فقمت وقبلت رأسه، وحق لمثل هذا أن يقبل رأسه، ومثله قليل، ومثله قليل. أعين الشباب، ساعد الشباب، احفظ الفتيات، احفظ المجتمع، الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، في المزابل والقمامات. اتقوا الله عباد الله، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. اللهم من يسر على الشباب فيسر عليه، ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوتنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اتقوا الله عباد الله، ومن تقوى الله تيسير الأمور وتيسير أمر الشباب والفتيات. المقصد من الزواج بناء أسرة مسلمة نحفظ بها هذه المجتمعات من الوقوع في الفاحشة والرذيلة.